كده وحش قوي. لا لا لا، انا واعده ان انا وهو ما نطلعش نقول اي حاجه الاول الصراحه. يعني انا اللي كنت بطلع وبتكلم بقى وكنت ابدا انا المشاكل، فكرت ان احنا حياتنا الشخصيه ما ينفعش تخرج بره تاني، لان ده بقى اكتر سبب ما بين يعني ما بين خلافاتنا. فانا صراحه بحترم الجزئيه دي لحياتنا لنفسنا. لو هنقول توجهي له كلمه بقى في الاخر كده تقولي له حابه يعني اقول له شكرا جدا ان احنا لغايه دلوقتي اصلا سوا مكملين وفي ظهر بعض، ان احنا لغايه دلوقتي ما حدش فينا خسر التاني عشان حاجه ولا حد فينا بيغير التاني عشان حاجه. احنا اتنين بنحب ننجح بعضينا، بندعم بعض، وده بيبقى اهم حاجه صراحه بين الاثنين. يعني منك لله خليت قلبي في معاناة، ما بقاش في شي جوا غير جرح بيكويني. انتوا شكلكم بقى ايه المرة دي؟ خسارة عبده على ايديكم انتوا مش انا، مفيش دعوة يا عبده. لا بجد بجد، عبده بيشوفك دلوقتي واكيد ماسك ريموت التلفزيون وغير دخل على النت وشافك. بيشوف يعني اللايفات دي. انت بتقولي له ايه بقى؟ دايما ناجحين. هو مش ناجح وما اشتراش عربيه. لا هو ناجح واشترى عربيه، وكفايه ان هو اسمه لوحده نجاح. بس ده حب، ده انت كده بتحن. لا يا جماعه والله ما عشان بشكر، ما ده يعني في بوستات كتبت كلام. بوستات وعملت حاجات خاصه بان في امكانيه للرجوع، وبعد كده البوستات اتحذفت ولا ده كلام سوشيال؟ مفيش كلام. طالما بصوا هقول لكم، طالما انا دلوقتي كمان انا بيدجتي كلها متوسط يعني متوثقه، فطالما مفيش حاجه نزلت على البيدج ده او الاكونت ديت يبقى اكيد مش انا. انا جايه جامل ومروح واشوف اللي بعاني وسابني وخاني، خلى قلبي بيتمطوح. اه ياما اه يابا، دعيلة مليانة طيابة، والليلة جينا نهنيكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم. سمعت يا عبد؟ انت برضو مصمم انت على عبد.